لا شك ان اهتمامنا بموضوع التكنولوجيا والابتكار ورياده الاعمال جزء من اعمال مؤسسه قطر وتحت واحد قطر علوم والتكنولوجيا. بالتالي وتواجدنا اليوم نهدم من خلال الاطلاع على احدث التكنولوجيا الموجوده، بناء شراكات او علاقات مع الاشخاص المعنيين في موضوع رياده الاعمال. احنا يهمنا في خلال ويب صمت حاليا السنه هاي ان تكون عندنا اكبر عدد ممكن من الاجتماعات والعلاقات اللي ممكن نطورها في المستقبل ونبني عليها إن شاء الله شراكات مستقبلية. يهمنا بالدرجة الأولى هو عملية استقطاب الشركات القادمة في الويب صامت اللي بيصير في قطر أن يكون لها تواجد مستقبلي في الدولة. ريادة الأعمال تحتاج بالدرجة الأولى الاستثمار، بالتالي نقوم بالاستثمارات مع الجهات المختلفة واللي عندها خبرات طويلة مع الشركات التكنولوجية المختلفة. تهمنا أيضا أن يكون لها تواجد في الدولة ويكون عندنا استقطاب لهم.